هذه الحكومه كما انا اسميتها الحمل الكاذب انتهى دورها، عمليا انتهى، عالميا انتهى. والسوداني يتوسط، شوف يتوسل حتى بلكي يستقبلوا سياسيه. انا ما شايف هيك غشمه بتاريخ حياتي. انت فلوسك عند الامريكان وتلعب عليهم، تروح شو تقول لهم باوع على اساس يتفاوضون؟ باوع شوف شوف الاخبار بالاعلام، بلكي الروح يعطونا 6 شهور. اكو واحد اسالك بالله استاذ نجم، تروح الواحد تقول له اعطيني مسدسك ذا كتلك؟ هو الدولار مال امريكا عزيزي، تروح تقول لهم بالله اعطوني في 6 شهور حتى دا ابقى اهرب؟ مو هو هذا المنطق؟ اي فصعوبك من امريكا بلطجه مو بلطجه، بس هل يمكن لاحد ان يذهب او على شنو التفاوض؟ تعرف شو يردون؟ فالست اشهر عوفونا بعد مثل ما كنا قبل. ليش انت شو تسوي قبل؟ كنت طاهر نظيف؟ كنت تستورد بشكل اصولي؟ لو كنت تهرب؟ لكن وكان يوميا نعم ما كنا يوميا 10 مليون نعم 10 مليون دولار سعر الفرق يتوزع على 5-6 مصارف معروفه هاي زين يوميا اللي هم مرتبطين بالاحزاب هاي يردون يوقفوها الامريكان. قالوا كافي بعد، خلصت القصه. بكتوا نهبتوا سربتوا دعمتوا ميليشيات ودعمتوا حروب، حتى الفنزويلا واصله فلوس العراق. اذكرك شيء استاذ نجم، اول ما بدت الازمه اي قالوا له للسوداني كلمه، قالوا له كلمه باوع وصلوا لها عن طريق وسيط وكانوا يطبلون للسفيره الامريكيه وش تقول لك ان هي تحذيرات، قالوا له توقف عن سياسه عادل عبد المهدي ولا تكون كلش في حضن ايران، كون متوازن هسه نقبل شويه عندنا شويه لهذا مشي وشويه الشعبك. قالوا له شوف هاي الوجبه الاخيره اللي جت من الدولارات من الفدرالي الامريكي، هاي متابعه استاذ نجم، متابعه سماذا اقول الكترونيه جي بي اس، ماكو استلموها العراق ورا اسبوع لقوها بالباكستان وايران. استاذ نجم اللي اريد اقوله استاذ نجم، انا ما لي علاقه بالانتهازيه الامريكيه او عدم وضوح هويتها، انت كعراقي وطني المفروض عزيزي يعني شنو هذا الانصياع لايران بهالشكل اللي تخلي ايران تحطك وراها وتروح تتفاوض باسمك؟ شنو هاي؟ هسه قاعدين بسلطنه عمان الايرانيين يتوسلون، مره يدزوا على السعوديه يقول له الله يخليك ملك ترضى علينا السعوديه، مره يدزوا الامريكا يقول له الله يخليك ملك ترضى علينا امريكا. فالقصد او احنا نلغي الميليشيات في العراق واحنا نوقف الحرب باليمن واحنا يعني الايرانيين يتاجرون براس مال غيرهم. فانا اللي اريد اقوله استاذ نجيب، هذه الحكومه كما انا اسميتها الحمل الكاذب انتهى دورها، عمليا انتهى، عالميا انتهى. والسوداني يتوسط، شوف يتوسل حتى بلكي يستقبلوا هي هاي عود والله اذا جيت لواشنطن شنو يعني؟ خو 12 مره المالك يمكن 8 مرات اجى لواشنطن، شنو سوى لواشنطن؟ سوت له ثاني قالوا يلا روح الله غير. من عبر شنو؟ عبر قاطع ويا المصلحه الامريكيه العليا، مو المصلحه العراقيه، الامريكان ما يهم المصلحه العراقيه، انا اقول لك اياها. السوداني اول ما اجى عبالة الأمريكان ما يدرون شو اتفق ويا الرئيس الإيراني، عبالة ما يعرفون، هو نفس المكتب الروحاني عنده اتصالات ويا الأمريكان، وداعتك أستاذ نجم اسمعها مني، هم يعبرون الأخبار. أحد الدبلوماسيين إلي قال لي إحنا نقعد ويا الإيرانيين، يقول لي إجانا المالكي قال 1-2-3 على أمريكا، تأكد من هذا، شلون؟ حتى يكسبوا الرضا، حتى وراح أذكرك بقضية. احمد الشلبي اول ما دخل للعراق تتذكر كان عنده الباسكود الشفره السريه، انطاها للايرانيين، الايرانيين هم بلغوا الامريكان قالوا لهم الشلبي اعطانا الباسكود. تعرف شلون؟ حتى يكسبون رضا امريكا. هذول الغشمه اللي يمك الجاثمين على صدور العراقيين، عباله اذا يظل يفوس بايد حاج اغائي يعني صار زين. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، انت مو ابن عشاير يا استاذ السوداني، مو انت ابن عشاير، انتبه على روحك استاذ احمد. استاذ احمد اريد نخلص من هاي الجدليه، هاي الجدليه صار لنا 20 سنه نسولف بيها يا اخي. ما عدنا الان امريكا ماذا تريد من العراق، اما ملف تدعمه تحت عنوان شريك اساسي ومهم، اما تتركه هو يدير نفسه. هو تقول لك انت لا تلعب على الصوبين عزيزي، لو وياي لو ويا ايران إيه. طيب انت هو اذا يريد يحل، اذا يريد تبتون نفسهم هم شجعان، خلي يسحبون فلوسهم من امريكا. تريد تحل قضيه الدولار تخلص من امريكا؟ اقول لك اياها قضيتي، خلي دق قدر السجده بالقاع يقول لهم هاي اموالنا، يفتح له حساب بفرنسا مثل ما راح حاول عباله فرنسا غشمه. روح افتح لك حساب بفرنسا، اقول لهم لفرنسا هذا البنك مالتكم او في المانيا بالدوتش بانك، قول لهم يابا هاي فلوس النفط خلوها يمكم زين، عرفت شلون؟
واثنين تطلب من الامريكان هاي قواعدهم وشنو ترحل تخلص من امريكا صح لو مصح هاي كل القصه يقدر يسوي هاي ما يقدر شو يقولهم يقولهم لا انا وياكم وضد ايران يروح الايران يقول لهم انا وياكم ضد امريكا هذا اللعب هو اللي اوقع العراق في هذا المطب استاذ نجيب هي هاي الحقيقه لاكو سياسه واضحه لاكو رؤيه ولاكو شجاعه في اتخاذ القرار ولاكو حب للعراق اكو فقط تنكيل بالعراق وبالعراقيين وبالوطنيين وبالاحرار ومطاردتهم هو هذا اللي صاير